الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله خوتي. رانا جبنا لكم سلعة ما شاء الله خوتي، كما راكم تشوفوا هاي سلعة ما شاء الله. اضرب تحت اضرب تحت، راهم كاينين سلعة لهنا، كاين نجد كاين 24 والدة وكاين 9، راهم دافعين. هاي سلعة ما شاء الله خوتي كما راكم تشوفوها، هاي سلعة ما شاء الله خوتي، ربي يباركها. هاي خوتي كاين هذو الناجت اللي مسبوغين بالاحمر كامل والدين، هذا اللي مسبوغين بالاحمر كامل والدين. عندنا ناجت وعندنا خرفان، كاين 40 خروف اللي محتاج 40 خروف، وعندنا وكريفه حمراء وبيضاء مول بليار اللي محتاجها، وعندنا زوجو كارف يعني تاع جراسمو. مرحبا بكم خوتي، كما العادة عيطوا لي في الرقم 06 64 38 57 65. مرحبا بكم خوتي كما العادة، هاي سلعة ما شاء الله. وسع 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 وسع، هاي سلعة ما شاء الله خوتي، هاي سلعة سلعة ربي يبارك خوتي كما راكم تشوفوها. هاي سلعه خاوتي اللي عجبته هذه السلعه يتواصل معايا، اللي حاب يديها جمله ولا اللي حاب يدي غير الوالده ولا اللي حاب يدي غير الدافعه مرحبا به، ولا اللي حاب يدي خرفان خصو خرفان 20 خروف ولا 30 خروف ولا 40 خروف راهي متواجده كاينه، ولا حاب يدي 10 خرفان 5 خرفان فانيك مرحبا به خاوتي. ايه هاي السلعه شوفوا خاوتي وتواصلوا معايا، اللي ما نجمش يعيط لي ولا ما حكمنيش في التليفون يبعث لي في الواتساب، باسكو انا من ذاك يعيطوا لي بزاف، نكون نهضر ما تنجمش تحكمني، او تلقاه مغلوق ولا تلقاه باط فوكال هذيك، تسمى يا نكون نهضر يا زعما نكون بلاصه ما كاش فيها الريزه، ما انا نشوف التليفون نرفد، واذا ما رفدش راني نلقى النيميرو تاعك نعاود لك، وانت اذا ما حكمتنيش كاع بعث لي في الواتساب ولا عيط لي في الموبيليز 06 64 38 57 65، ولا عيط لي في الرقم تاع الجيزي هذا هو اللي راني فاتح به الواتساب 07 78 75 50 48. مرحبا بكم خاوتي، اليوم راني نحط لكم الفيديو تاع هادو الناجات كما راكم تشوفوا خاوتي، اللي عجبوه مرحبا به، وغدوه ان شاء الله راني نحط لكم الفيديو تاع الخرفان ان شاء الله باذن الله، غدوه نحط لكم الفيديو تاع الخرفان، وان شاء الله كاينه سلعه تاع بقري فانيك من غد النهار اللي عليه نحطها لكم ان شاء الله، راهي كاينه كل يوم سلعه ان شاء الله خاوتي، وتعيدوا بالصحة والستر إن شاء الله، وصحة فطوركم وصحة سحوركم وصحة عيدكم خوتي، ومرحبا بكم. السلام عليكم خوتي، راهم عندنا ناجات والدين، كاين 24 ناجة والدة وثمانية دافعين، تسمى لا ميلاد، كاين 33 حبة كلش، كاين 9 دافعين وكاين 24 والدين. ومرحبا بكم خوتي، السلعة كما قلت فيها البيضة والسردية. السلام عليكم، السلام عليكم، السلام. Yeah.
خوتي راهي كاينه سلعه كاينه 24 حبه والده كاين اللي عندها خروف كاين اللي عندها خروفه وكاين 9 حبات دافعين كاين 33 حبه نورمال. الرقم كيما العاده تواصلوا معايا في الرقم 07 78 75 50 48 ولا على الرقم موبيلي 06 64 38 57 65. مرحبا بكم خوتي، كاين وكريفة كاين زجو كارف كاين خرفان، مرحبا بكم خوتي. وكاين التوصيل بعد المفاهمة، واللي يحب يتواصل معايا عبر الواتساب في الرقم 07 78 75 50 48. اللي يحتاج لا دوموند ولا يحتاج سلعة راهي متواجدة الآن عندنا خوتي، كاين الناجي الوالدة كاين خروفات كاين خرفان كاين وكارف كاين وكريفة. مرحبا بكم خوتي، كما راكم تشوفوا السلعة هاي خاوتي. نعاود نوصيكم الرقم 06 64 38 57 65. اللي يحتاج نعجات هادو حاب يديهم جملة ولا حاب يدي خروفات ولا حاب يدي خرفان ولا حاب يدي وكارف مرحبا به. وإذا حبيت تعيط لي في الرقم 06 64 38 57 65، إذا عيط لي في الرقم وما حكمتنيش بعث لي في الواتساب في الرقم 07 78 75 50 48. باسكو يعيطوا لي بزاف ما يحكمونيش، على جال نكون نهدر. يتسمى اللي ما قدرش يعيط لي يبعث لي في الواتساب نبعث له يشوف السلعه. مرحبا بكم خاوتي، وكاين التوصيل بعد المفاهمه. والسلعه كما راكم تشوفوا خاوتي، راهم كاينين ناجات والدين كاين الدافعين كما تشوفوا السلعه ما شاء الله خاوتي. واللي حاب يتواصل معنا مرحبا به. هاي السلعة نزيد نضحككم فيها خوتي، هاي السلعة ما شاء الله تاعك سيبا. هاي نعاودك من رقم 06 64 38 57 65، ولا على الرقم جيزي اللي فاتح به الواتساب 07 78 75 50 48. خوتي عندنا حبات فيها سرنديين، عندنا خرفان كاين ناجت دافعين كاين ناجت والدين، عدنا وكارف خاوتي. اللي يحتاج شي مرحبا به. نعاودك من الرقم وصحة فطوركم خاوتي 07 78 75 50 48. ومرحبا بكم خاوتي.
السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.